بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي محاضرتنا النهاردة إن شاء الله، وهنكمل فيها الإيمونولوجي مع بعض. حد بس يقول لي هل السلايد باين عندكم والصوت واضح؟ أيوة، السلايد واضح والصوت واضح دكتور. طيب شكرا. اتكلمنا في المرة اللي فاتت على الإيميون سيستم، وقسمناه إلى نون سبيسيفيك اميون ريسبونس وسبيسيفيك اميون ريسبونس. اتكلمنا عن نون سبيسيفيك اميون ريسبونس بالتفصيل، وانتقلنا الى السبيسيفيك اميون ريسبونس، وقلنا السبيسيفيك اميون ريسبونس ده بيعتمد على تو سيلز. سيل بسميها البي سيل، ودي مسؤوله عن حاجه اسمها هيمورال اميون ريسبونس، و السيل الثانيه بسميها تي سيل اللي هي مسؤوله عن سيل ميديتد اميون ريسبونس. يبقى انا عندي السبيسيفيك اميون ريسبونس في تو بارامترز، البي سيل اللي هي مسؤوله عن الهيمورال اميون ريسبونس، يعني ذات تو سي اللي هي بتكون لي الانتي بوديز الاجسام المضاده، والتي سيل اللي هي مسؤوله عن حاجه اسمها سيل ميديتد اميون ريسبونس. اوكي، واتكلمنا بعد كده على المره اللي فاتت على التيشو اند سيلز اوف ذا اميون سيستم. اتكلمنا على التيشو، قلنا في حاجه اسمها برايمري ليمفويد تيشو وسكندري ليمفويد تيشو، وقلنا ايه الفانكشنز بتاعه البرايمري والسكندري، واتكلمنا على السيلز، اتكلمنا على التي سيل والبي سيل، قلنا دول مسؤولين عن السبيسيفيك اميون ريسبونس. اتكلمنا عن الفاجوسيتك سيلز والناتشرال كيلر سيل، وقلنا الاثنين دول مسؤولين عن النون سبيسيفيك اميون ريسبونس. اوكي، وقلنا في خلايا بقى اللي هي بيزوفيلز او الماست سيلز، دي هنتكلم عليها بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن الهايبر سنسيتيفيتي. فالنهارده هنتكلم بالتفصيل على الهيمورال اميون ريسبونس. قبل ما نقرا السلايدز مع بعض، نقول ليه يعني نتكلم مع بعض كده كلمتين قبل ما نقرا السلايدز. يعني ليه سموها هيمورال اميون ريسبونس؟ لان الاميون ريسبونس دي بتعتمد على الانتي بوديز. طب ليه برضو سميناها هيمورال؟ هيومرز باللاتيني معناها اللي هو التيشو سبيسز. الاميون ريسبونس دي بتعتمد على وجود الاجسام المضاده او الانتي بوديز او الاميونوجلوبولينز، ودي بتبقى واسعه انتشار في الجسم كله، وبتوصل للديفرنت بودي سبيسز، خاصه الاميونوجلوبولينز اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده اللي هو الاي جي جي، فبيبقى موجود في كل التيشو سبيسز اللي موجوده. عشان كده اشتقينا الاسم بتاعها من هيمورال اميون ريسبونس. لكن هيمورال اميون ريسبونس معناها ايه؟ معناها الاميون ريسبونس السبيسيفيك اميون ريسبونس اللي هي مسؤوليه البي سيل، واحنا زي ما عرفنا ان البي سيل دي بتتكون من الستيم سيل. بتتكون من الستيم سيل فين؟ في البون مارو، وبعدين اللي هو يعتبر البرايمري لينفويد تيشو او السنترال لينفويد تيشو، وبعدين بتروح تتخزن في المخزن اللي هو سميناه السكندري اميون تيشو اللي هو الليمف نودز والسبلين والميوكس اسوشيتد لينفويد تيشو. يبقى البي سيل وظيفتها ان هي لما بتقابل الانجن وبتبقى سيميليتد نتيجه ان الانجن بيمسك على الريسبتور بتاع البي سيل، فالسيميليشن بتاع البي سيل ده بينتج عنده ايه؟ ان البي سيل بيحصل لها بروفريشن وديفرنشيشن، وبتنتهي بحاجه اسمها بلازما سيل. بلازما سيل دي اند سيل، يعني اند سيل ما يحصل لهاش فيردر ديفيجن، والبلازما سيل دي اللي هي بتطلع لي الانتي بوديز. يبقى البي سيل اكتيفيشن بتنتهي بالبلازما سيل اللي بتديني الانتي بوديز، وشويه سيلز صغيرين يشبهوا بلازما اللي هم بلازما سيلز برضو، سمول بلازما سيلز، اللي سميناهم ايه يا جماعه؟ سميناهم الميموري سيلز. قيمه الميموري سيلز دي عباره عن بلازما سيلز بتتكون في الفيرست اكسبوجر تو ذا انجن، وتقعد في الجسم حامله الذاكره. يعني ايه؟ بتاخد زي ميرور ايمج للانجن، وبتحتفظ بصوره الانجن عندها، بحيث ان لو الجسم اتعرض تو ذا سيم انجن مره ثانيه او مره ثالثه او مره رابعه وات ايفر، يبقى اون ذا سبسيكونت اكسبوجر تو ذا سيم انجن البلازما سيل حافظاه وعارفه هذا الانجن، على طول بتروح مطلعه الانتي بوديز. عشان كده لما نيجي نتكلم النهارده على حاجه اسمها برايمري اميون ريسبونس هنلاقي ان في فرق بينهم. يبقى الاميونوجلوبولينز دي عباره عن الانتي بوديز اللي بتطلع من البلازما سيل. الاميونوجلوبولينز دي عباره عن ايه؟ الاميونوجلوبولينز دي عباره عن جزء من الجاما جلوبولين فراكشن اوف ذا سينو. احنا عارفين ان السينو بروتينز في الفا وبيتا وجاما.
الجاما جلوبلين بيشتمل على الايميونوجلوبينز. طب نقرا السلايدز مع بعض كده ونشوف الكلام اللي مكتوب ايه. اميونوجلوبينز اللي هي الهيمورال اميون ريسبونس، الايميونوجلوبينز اللي هي بين قوسين الايميونو جي اس، دي اختصار الايميونوجلوبينز. فور انتي بوديز اختصارها اي بي اس. Are glycoproteins present in the gamma globulin fraction of the serum. النقطة الثانية بتقول immunoglobulins are produced by B cells اللي هي بتنتهي البلازما سيل in response to exposure to the antigen. يعني B cell لما بيقابل الانجين وبيحصل له proliferation differentiation وبينتهي بالبلازما سيل. النقطة الثالثة بتقول they react specifically with that antigen. يعني الانتيبوديز اللي بتتكون against certain antigen ما تشتغلش غير مع هذا الانجين، عشان كده بنقول هنا بيبقى في حاجه اسمها specific response. الاميونوجلوبينز ار بارت اوف ذا ادابتيف اميون ريسبونس، زي ما قلنا احنا الانتيبوديز دي تبع او الاميونوجلوبينز تبع ايه؟ تبع specific او الادابتيف او سميناها الاكوايرد اميون ريسبونس. طيب نيجي نتكلم على الايميونوجلوبين ستراكشر، وقبل ما نقرا هذا الكلام نشرح على الصوره الاول وبعدين نرجع نقرا الكلام عشان الكلام يبقى واضح واحنا بنقراه. هنقرا الكلام ده بس نشوف الصوره. ادي صوره وادي صوره، اعتقد ان الصوره البيضاء دي ممكن تكون اوضح شويه، هي زي الزرقاء دي بس البيضاء دي يمكن تكون اوضح شويه. احنا عندنا الانتي بوديز ده عباره عن 4 بولي بيبتايد شين. الانتي بودي بيكون عباره عن 4 بولي بيبتايد شين. ادي بيبتايد شين وادي بيبتايد شين. الطوال دول دول بسموهم ايه؟ 2 هيفي بولي بيبتايد شينز، 2 هيفي اللي هم الطوال. وبعدين في اثنين ثانيين بقى بره، اللي ادي واحده اللي هي بره دي والثانيه دي المقابله ليها، دول شورت. يبقى اذا الانتي بودي عباره عن 4 بولي بيبتايد شين. نبص على السلايد الاولانيه كده برضو عشان نشوف الكلام ده صح ولا غلط. ادي الهيفي تشين اللي هي دي، وادي الثانيه بتاعتها، وبعدين الصغيرين اللي بره دول هم الشورت تشين. الشورت تشين دول بيبقوا نوع، في نوعين من الشورت تشين، في نوع اسمه كابا وفي نوع اسمه لامدا حسب الاستراكشر بتاع الامينو اسيد اللي فيها. في كابا وفي لامدا. لو انا بتكلم على انتي بودي معين، التو هيفي تشين لازم يكونوا زي بعض والتو لايت تشين لازم يكونوا زي بعض. يعني يا اما الاثنين كابا يا اما الاثنين لامدا، ما ينفعش واحده وواحده. وبعدين الهيفي تشين لازم يكونوا زي بعض. هل البولي بيبتايد تشينز دي طايره في الهواء دي ولا ماسكه في بعض؟ لا ماسكه في بعض. ماسكه في بعض بايه؟ بانتر تشين دايسلفايد بوند، زي ما هنا وزي هي هنا وزي ما هنا. يبقى هم ماسكين في بعض بايه؟ بانتر تشين دايسلفايد بوند. يبقى الانتي بودي شكله زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، شكله واي شيب، كاني رسمه واي كبيره. خلاص مكونه من ايه؟ من 4 بولي بيبتايد تشين، اثنين طوال سميناهم هيفي واثنين قصيرين اللي هم يا اما نوعهم يا اما كابا يا اما لامدا. طيب الكلام ده برضو بينطبق هنا. بنلاحظ ايه؟ بنلاحظ ان في جزء من الانتي بودي اللي هو اللي لو جينا قسمنا الانتي بودي من هنا هنلاقي في جزء فوقاني متكون من الدراعين دول. الدراعين دول هنسميهم ايه؟ هنسميهم الفاب ريجن. سميناهم ايه؟ الفاب ريجن. يعني ايه فاب ريجن؟ اختصار ايه؟ يعني الاي انجن والبي انجن بايندنج والاف فراجمنت. يبقى الجزئين دول بسميهم انجن بايندنج فراجمنت. يعني هما الاثنين دول الدراعين دول اللي بيمسكوا في الانجن. طب الانجن بيمسك فين؟ بيمسك هنا وبيمسك هنا، عشان كده سميناها انجن بايندنج سايتس. خلاص انجن بايندنج سايت. اما الجزء اللي تحت ده اللي هو هنا ده بسميه ايه؟ بنسميه اف سي. اف سي اختصار ايه يا جماعه؟ اختصار كريستالايزبل فراجمنت. كريستالايزبل فراجمنت. تاني يبقى الانتي بودي عباره عن 4 بول بيبتايد تشين، اثنين طوال سميناهم هيفي تشينز واثنين قصيرين سميناهم لايت تشين. اللايت تشين تبقى يا كابا يا لامدا، لازم الاثنين يكونوا زي بعض. والهيفي تشين انواع زي ما هنقول، بس لازم يكونوا برضو الهيفي تشين الاثنين زي بعض. في جزء من الانتي بودي بيتحد مع الانجن فبسميه الفاب فراجمنت اللي هم الدراعين دول، بيمسك هنا وبيمسك هنا الانتي بودي الانجن اسفه. والجزء اللي هو الفيرتيكال ده هسميه الاف سي بورشن، وده له فانكشن مهمه. طيب سبحان الله، وجدوا ايه؟ وجدوا ان
الهيفي تشين ده بيقسموها اربع اجزاء، ادي جزء ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه. والهيفي واللايت تشين لنصين، ادي واحد وادي اتنين. وجدوا ان الجزء بتاع الهيفي تشين اللي بره ده ناحيه الانجن، والجزء بتاع اللايت تشين اللي بره ده اللي ناحيه الانجن اللي بيمسك في الانجن، الجزئين دول متغيرين. يعني ايه متغيرين؟ يعني فاريبل. ولذلك سميناهم ايه هنا؟ سميناهم الفاريبل هيفي بارت، وهنا الفاريبل لايت بارت. يبقى الجزئين اللي ناحيه الانجن فاريبل يعني متغيرين، اما بقيه الاجزاء بالنسبه لللايت الجزء ده كونستانت، وبالنسبه للهيفي الجزء ده والجزء ده والجزء ده كونستانت. يعني ايه كونستانت؟ يعني غير متغير. طب تفتكروا ليه سبحان الله ان الجزء اللي بناحيه الانجن ده فاريبل؟ لان الجزء ده هو اللي بيمسك في الانجن، وطبعا الانجن متغير، ممكن يكون انجن شكله كيرفت، ممكن يكون سيركل، ممكن يكون سكوير شيب، فبيبقى متغير ليه؟ علشان يشكل نفسه على شكل الانجن، يبقى كومبلمنتري تو ذا انجن. فلما يمسك في الانجن يبقى فيه سترونج اند كونفيرمد بايندنج ما بين الانجن والانتي بودي. يبقى الجزء بتاع الهيفي تشين واللايت تشين اللي ناحيه الانجن يا جماعه ماله؟ لازم يكون فاريبل. فاريبل ليه؟ عشان يتشكل على حسب الانجن اللي هيمسك فيه. سبحان الله، عشان يبقى فيه شكل كومبلمنتري تو ذا انجن، بحيث لما يحصل البايندنج ما بين الانجن والانتي بودي يبقى البايندنج ده ماله؟ يبقى فيرم، يبقى بايندنج كويس، potent binding، strong binding. اوكي طيب الجزء ده الكريستاليزبل فراجمنت ده له فانكشنز كتيره جدا، من ضمنها مثلا ان هو له الاف سي ده له ريسبتور على الفاجوسيتك سيلز، علشان يمسك على الفاجوسيتك سيلز قام يساعد على الاتاتشمنت بتاع الانجن اللي هو ماسكه وشايله على ظهره على الفاجوسيتك سيلز، فيساعد على عمليه الفاجوسيتوزز. وقلنا اي حاجه بتساعد على عمليه الفاجوسيتوزز سميناها ايه؟ سميناها اي حاجه بتعمل انهانسمنت للفاجوسيتوزز سميناها اوبسونايزيشن. لما اسمع كلمه اوبسونايزيشن تساوي انهانسنج اوف فاجوسيتوزز، خلاص؟ يبقى الاف سي ده هنا ساعات يمسك على فاجوسيتك سيلز، يبقى هو ربط الانجن على الفاجوسيتك سيلز، يبقى بيساعد على الاتاتشمنت بتاع الانجن على الفاجوسيتك سيلز. سبحان الله. فبيسميها هنا ايه؟ بنسميها اوبسونايزنج الانتي بودي، بيعتبر من الاوبسونايزنج فاكتورز. اوكي كمان لو اعتبرنا هنا ان ده دراع وده الجسم، الزاويه دي بالظبط، المكان ده بالظبط، ده مكان مهم جدا زي ما هنتكلم عليه النهارده، اللي بشاور عليه ده بالظبط، ده مكان بيمسك فيه حاجه اسمها الكومبلمنت. خلينا نفتكر الكلمه دي بس وهنقولها بالتفصيل بعد كده. ده المكان اللي بيمسك فيه ايه؟ الكومبلمنت. هل المكان ده باين على طول ولا مش باين على طول؟ لا، ده بيبان في اوقات معينه زي ما هنقول. يبقى تاني الاستراكشر بتاع الانتي بودي زي ما شفناه في الصورتين دول، تو هيفي وتو لايت تشينز. طيب يا ترى احنا قلنا اللايت تشين يا اما كابا اند لامدا، طب الهيفي تشين ايه؟ الهيفي تشين خمس انواع، والهيفي تشين ده على حسب الهيفي تشين هسمي الانتي بودي، هسمي الانتي بودي ده على حسب نوع الهيفي تشين. فالهيفي تشين وجدوا انها خمس انواع، يا اما الهيفي تشين واحنا زي ما قلنا الاثنين هيفي تشين لازم يكونوا زي بعض، يا اما في نوع بنسميه الميو تشينز، ولو الهيفي تشين الميو تايب يبقى الانتي بودي هسميه ده اي جي ام انتي بودي، لو الهيفي تشين الجاما تايب هسمي الانتي بودي ده الاي جي جي، لو الهيفي تشين الالفا تايب هسميه اي جي اي، لو الهيفي تشين دلتا تايب هسميه اي جي دي، لو الهيفي تشين ابسلون تايب هسميه اي جي اي. اذا الفايف كلاسز اللي احنا بنسمع عنهم بتوع الانتي بوديز اللي هم الاي جي ام والاي جي جي والاي جي اي والاي جي دي والاي جي اي، ايه اللي بيحددهم لي يا جماعه؟ اللي بيحددهم لي نوع الهيفي تشين. فلو الهيفي تشين واحنا قلنا الاثنين لازم يكونوا زي بعض، لو الميو هيبقى اي جي ام، لو الجاما هيبقى اي جي جي، لو الالفا هيبقى اي جي اي، لو الدلتا هيبقى اي جي دي، ولو الابسلون هيبقى اي جي اي. خلاص، يبقى اللي بيحدد لي الكلاس او الايزوتايب بتاع الانتي بودي الهيفي تشين. تعال نتكلم بقى على كل نوع من انواع الانتي بوديز دي وايه الفانكشنز بتاعتها. طبعا لازم نبدا بالاي جي جي، لان الاي جي جي ده اكتر واحد موجود في اجسامنا وله فانكشنز عديده
ومهمه جدا. يبقى الاي جي جي ده اكتر اميون جلوبلين از ان اماونت موجوده ان اور بودز. ايه الفانكشنز بتاعتها؟ نقرا واحده واحده ونتكلم عليها. نمبر 1 اي جي جي از ذا اونلي كلاس اوف اميون جلوبلينز ذات كروسز ذا بلاسينتا. يعني هذا الانتي بودي الوحيد اللي كان يعدي من البلاسينتا. The only immunoglobulin which can pass through the placenta. يعني بيعدي من الأم للبيبي بتاعها. ولذلك مسؤول عن حاجة اسمها maternal IgG. maternal يعني إيه maternal؟ يعني بيوصل للبيبي من الأم، يعني هو أصلاً بتاع الأم. والإميون سيستم بتاع الانتراوترين فيتس بيبقى لسه not well developed. فالأم بتساعده إنها بتمده بالIgG من جسمها. يوصل له ازاي؟ ان هو له القدره انه يعدي من البلاسينتا. فده بيبقى مسؤول عن حاجه اسمها ماتيرنال اميونيتي. الطفل لما بيتولد في الست شهور الاولانيين بيبقى الاميون سيستم بتاعه ضعيف جدا. طيب احميه ازاي؟ الام بتحميه اول ست شهور من خلال الانتي بوديز اللي بيكتسبها من الام. اللي بيكتسبها من الام عن طريق انها تعدي من البلاسينتا. يبقى الماتيرنال اميونيتي دي مش ممكن تكون غير اي جي جي. لان هو الوحيد اللي كان يعدي من ثرو ذا بلاسينتا من الام للبيبي. يبقى الاي جي جي ده مهم فور ماتيرنال اميونيتي، يعني الاميونيتي اللي بتحمي الطفل في ديورنج الفيرست 6 مانث. ولازم يكون اي جي جي، ما ينفعش حاجه ثانيه، لان ده الوحيد اللي بيقدر يعدي ثرو ذا بلاسينتا من الام للبيبي بتاعها. يبقى نمبر 1 الاي جي جي، اي جي جي ده مهم فور ماتيرنال اميونيتي، اللي هي بتغطي الست شهور الاولانيين للطفل على بال الاميون سيستم عنده ما ابتدي ينتعش ويقوم بالدور بتاعه. نمبر 2 الاي جي جي از ذا ميجر انتي بودي برودوسد ان سكندري اميون ريسبونس. الكلمه دي هنقولها النهارده بالتفصيل بس خليها في الذاكره برضو، ان الاي جي جي ده هو اهم انتي بودي او الميجر 1 اللي بيطلع في حاجه اسمها سكندري اميون ريسبونس. وهنعرف يعني ايه سكندري اميون ريسبونس. هذا الانتي بودي اللي هو الاي جي جي ده حجمه صغير جدا وكميته كتير جدا، فبيبقى منتشر زي ما قلنا في كل التيشو سبيسز. فعشان كده it is very important as anti toxic effect، له anti toxic effect مهم جدا. يعني البكتيريا التوكسينز والتوكسينز دي بتنتشر في الجسم كله وتوصل للتيشو سبيسز، مين اللي بيقاوم التوكسينز دي؟ الاي جي جي. يبقى له very potent انتي توكسيك اميونيتي نتيجه ان هو موجود بكميه كبيره وحجمه صغير فبيوصل لكل التيشو سبيسز. النقطه الرابعه ات كان اكتيفيت الكومبلمنت بالكلاسيكال باث واي، دي برضه هنشرحها النهارده قدام شويه. عنده القدره ان هو يعمل اكتيفيشن للكومبلمنت، وزي ما هنقول ان الكومبلمنت ده بارامتر مهم جدا في الاميون ريسبونس. النقطه الخامسه احنا قلنا الاي جي جي كان بايند تو ذا ماكروفاج او النيوتروفيلز اللي هي فاجوسيتك سيلز اند انهانس فاجوسيتوز زي ما قلنا. والانهانسمنت دي سميناها ايه؟ سميناها اوبسونيزيشن. عشان كده نقدر نعتبر ان اي جي جي از ا جود اوبسونين، ذيس كونسيدر تو بي ا جود اوبسونين. طيب بيعمل الشغلانه دي ازاي؟ ان هو الانتي بودي بيمسك من ناحيه في الانجن ويجي الاف اس بورشن بتاعه ويمسك على الفاجوسيتك سيلز، يبقى لزق الانجن على الفاجوسيتك سيلز، يبقى حسن عمليه الفاجوسيتوزز. فعشان كده هسميه ات از ا جود اوبسونين فاكتور. اوكي، حاجه ثانيه كمان ذكرناها المره اللي فاتت ان الاي جي جي ده له دور مهم جدا مع الناتشرال كيلر سيل. فاكرين يا جماعه لما قلنا الناتشرال كيلر سيل دي بتشتغل اجينس تشبه تي سيل، انها بتشتغل اجينس التيومر سيل الفايرال انفكت سيلز او الانترا سيلر باثوجين واجينس الجرافت. وقلنا الناتشرال كيلر سيل بتموت بطريقتين، طريقه تشبه التي سيل، ده كلام اعاده للمره اللي فاتت، طريقه تشبه التي سيل هي بتاعه البيرفلونز جرانزايم، والطريقه الثانيه سميناها ايه؟ سميناها الاي دي سي سي اللي هي انتي بودي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيستي. وانتي بودي ليه؟ لان احنا لو نفتكر، مش عارفه هنقدر نجيب السلايد كده دلوقتي، استني نعيد عليها يمكن اهي. احنا قلنا ان الناتشرال كيلر سيل، ادي الناتشرال كيلر سيل وادي تيومر سيل. لما تيومر سيل تمسك في الانتي بودي اللي هو اي جي جي، الاي جي جي ده له ريسبتور على الناتشرال كيلر سيل عند مكان سميناه ايه؟ سميناه سي دي 16. فلما يحصل ان الانتي بودي ده يعمل الانطره ما بين التيومر وما بين الناتشرال كيلر، يحصل كيلينج للتيومر سيل، ودي سميناها ايه؟ سميناها يا جماعه الاي دي سي سي، سميناها الاي دي سي سي. يبقى الاي جي جي كمان له دور في الاي دي سي سي.
نقرا طول السلايز بقى اللي احنا فوتناها دي. يبقى البيزك ستراكشر بتاع الانتي بودي عباره عن اللي هو المونومر، يعني لو هو مونومر، لان في واحد بيبقى مونومر يعني يونت واحده، وفي بيبقى اكتر من يونت. اكزامبل للمونومر اللي هو الاي جي جي. الايتش ايمينوجلوبولين مولكيول كونسيست اوف فور بول بيبتايد تشين زي ما قلنا، تو ايدنتيكال هيفي اند تو ايدنتيكال لايت لينكد باي كوفالنتلي دايسلفايد بوند. Each H chain and each L chain has a variable portion زي ما قلنا و constant portion. وشرحنا ال structure بتاعه وقلنا ال 5 classes بتاعت immunoglobulins. وقلنا ايه بقى اهمية ال IgG وايه ال functions بتاعتها. ال IgM بقى، ال IgM ده ما هواش monomeric، يعني ال IgG ده عبارة عن monomeric، يعني يا دوبك 2 heavy chain و 2 light chain. ال IgM ده قبل ما نقرا السلايد ده تخين كبير، عبارة عن 5 يونتس ماسكين في بعض، يعني 5 يونتس زي الـ IgG بس ماسكين في بعض، فبسميه it is pentameric. pentameric يبقى الـ structure بتاعه it has pentameric structure. ولذلك له بيمسك في الأنجن، طبعا الدراعين بتوع الـ immunoglobulin اللي هو المونوميريك بيمسك بدراعين. هنا لما يكون عندي 5 يونتس يبقى في كام دراعين؟ الأزرع بنبقى عددها كام؟ هيبقى عندي 10 أزرع بتمسك في الأنجن، عشان كده بتدي very powerful binding to the engine. خلاص؟ الـ IgM ده مقلبس كبير 5 يونتس pentameric، فحركته بتبقى طبعا تقيلة، أي شخص بيبقى سمين كبير ضخم بيبقى حركته بطيئة، فالـ IgM ده بتلاقي إن هو محصور دايما في السيركيليشن، يعني ما بيقدرش يعدي في الانترفاسكولار ما بين الانترفاسكولار سبيس ويقدر يعدي لبره، لا ما يقدرش يعدي بره السيركيليشن خالص، محبوس جوه السيركيليشن لانه حجمه كبير مش بيقدر يتحرك من السيركيليشن. فسبحان الله نلاقي الفانكشنز بتاعته الاساسيه بقى اللي هي الديفنس في البلاد، يعني ايه؟ يعني اي انفكشن تحصل في البلاد دي مهمه الديفنس بتاعه الاي جي ام، يعني الاي جي ام بيحميني من البكتيريميا. وبكتيريميا يعني ايه؟ يعني بكتيريا في البلاد، او الفيريميا. يعني ايه فيريميا؟ يعني فيروس موجود في البلاد، يا اما التوكسيميا اللي هو ايه التوكسين موجود في البلاد. اني انفكشن جوه البلاد بدي تبقى مهمه مين؟ بتبقى مهمه الاي جي ام. سو ات از امبورتنت تو بروتكت اور بودز فروم مينلي بكتيريميا اند فيريميا وجودهم في السيركيليشن. نقول بالتفصيل الفانكشن بتاعت الاي جي ام. هو الاي جي ام يا جماعه بنتاميرك، لكن في ستراكشر واحد ساعات بيبقى مونوميرك اللي هو ايه؟ قابلنا قبل كده اللي هو بيشكل لي البي سي ريسبتور. احنا قلنا البي سي ريسبتور عباره عن ايه؟ يا اما مونوميرك اي جي ام يا اما اي جي دي، لو نفتكر مع بعض كان قلنا هذا الكلام المره اللي فاتت. ده الحاله الوحيده الاي جي ام هنا بيبقى مونوميرك، لكن اذروايز الاي جي ام بيبقى بنتاميرك. بنتاميرك ولذلك بيبقى محبوس في السيركيليشن زي ما قلنا. الاي جي ام از بريدومينانت انتي بودي في البرايمري ايمينوسبونس، يبقى الاي جي ام ده بيبقى موجود بكثره في حاجه اسمها برايمري ايمينوسبونس. يعني ايه برايمري ايمينوسبونس؟ اللي هو الفيرست اكسبوجر تو ذا انجن. ولما اتكلمنا عن الاي جي جي قلنا الاي جي جي هو البريدومينانت في السكندري ايمينوسبونس. ايه هي السكندري ايمينوسبونس؟ اللي هو لو الانجن داخل عليا على جسمي for the second or the third or the fourth time. يبقى اول اكسبوجر للانجن الاي جي ام بيطلع يتصدى له. لو هذا الانجن دخل الجسم بعد كده المره الثانيه او الثالثه او وات ايفر، مين اللي بيتصدى له؟ ايه مين اللي بيكون له؟ الاي جي جي. ولذلك الاي جي ام it is the predominant one في البرايمري immune response، والاي جي جي is the predominant antibody في السكندري immune response. اوكي؟ طبعا الاي جي ام ده كبير وضخم ومقلبس، so it does not cross the placenta، never ان هو يعدي من البلاسينتا. ولذلك لما بيجي يتولد عندي طفل والاقي عنده الكورد بلاد بتاعه في اي جي ام، هل تفتكر الاي جي ام ده من ام؟ نيفر، لانه ده تخين ومقلبس ما يقدرش يعدي من البلاسينتا. امال ازاي الكورد بلاد بتاع ممكن في بيبي تلاقي اي جي ام موجود في البلاد بتاعه؟ ده معناه ايه؟ لما تلاقي اي جي ام في الكورد بلاد بتاع نيو بورن ده معناه ان هذا الطفل حصل له انفكشن، انترايوتراين انفكشن، لان الميو سيستم بتاع الانترايوتراين فيتس ضعيف حاجه اكسبت الاي جي ام. سبحان الله، الحاجه الوحيده اللي ممكن يعملها فلو حصل اي انفكشن انتقلت من الام ثرو ذا بلاسينتا للبيبي، البيبي بيتفاعل
ان هو يعمل له IgM. فلو دكتور من فضلك الصوت قطع. الصوت قطع؟ طب احنا وقفت معايا لغايه فين؟ معلش النت الظاهر ولا ايه؟ اخر حاجه في الانفكشن بتاع النيوبورن. طيب حلو، ما قطعش كتير. طيب لما يكون في حاجه زي كده تنبهوني على طول بقى ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. يبقى احنا قلنا الاي جي ام ده مش ممكن يعدي من البلاسينتا، فلما بلاقيه في كور البلاد معناه ايه؟ معناه ان حصل انتريوتراين فيتال انفكشن. فالميو سيستم بتاع البيبي الانتريوتراين فيتس كون الاي جي ام، فدي بتنفعني في الدياجنوزز زي ما نتكلم بعد كده لما الطفل يحصل له انتريوتراين انفكشن، اعرف ازاي ان انا ادور على الاي جي ام في الكورد بلاد، لانه استحاله يكون جاي له من الام. امال ايه اللي بيجي له من الام؟ الاي جي جي، هو الوحيد اللي بيقدر يعدي من البلاسينتا وبيكسب الطفل اللي هي الماتيرنال اميونيتي. اوكي، النقطه الاخيره بقى المهمه قوي، زي ما قلنا هو كبير وموجود في السيركيليشن ما بيقدرش يخرج من السيركيليشن، سو ات بروتكتس اجينست باكتريميا اور فايريميا زي ما قلنا. خلاص، يبقى الاي جي ام هو بيبقى بنتاميرك، بيبقى مونوميرك فقط في حالات البي سي ريسبتور زي ما قلنا في النقطه الاولانيه، ان هو مهم في البرايمري اميون ريسبونس. وقلنا كمان ان هو وجوده في الكورد بلاد معناه انتريوتراين انفكشن البيبي، وبعدين هو عشان حجمه كبير وموجود في السيركيليشن فمهم اجينست باكتريميا اند فايريميا. نتكلم على الانتي بودي الثالث اللي هو الاي جي اي. الاي جي اي ده يا جماعه بيبقى موجود في صورتين، يا اما مونوميرك يعني زي الاي جي جي يعني 1 يونت كده اللي هو الواي شيب ده، يا اما دايميرك يا اما 2 يونتس ماسكين مع بعض برضو بحاجه اسمها جي تشين. يبقى هو مونوميرك او دايميرك. المونوميرك ده موجود في السيرم بسميه سيرم اي جي اي. الدايميرك ده موجود موجود في البودي سكريشنز. يبقى المونوميرك ده في السيرم والدايميرك ده في السكريتوري في بودي سكريشنز بسميه سكريتوري اي جي اي. ده اللي بيهمني بقى السكريتوري اي جي اي ده. ليه؟ لان ده موجود في كل البودي سكريشنز. فلما كنا بنتكلم على الباثوجين اللي بيدخل الجسم، الباثوجين بيدخل الجسم يا اما من السطح الخارجي بتاع الجسم اللي هو السكين، قلنا ما يقدرش يعدي من السكين الا الباثوجين الا لما يكون فيه ابريجن، الانتكت سكين ما يعديش ابدا الباثوجين، يا اما الباثوجين يعدي من التراكس، يا اما يدخل على سبيريتور تراكت او الجي اي تي تراكت، يا اما يورينال تراكت، يا اما الجينيتال تراكت. التراكس دي كلها يا جماعه سبحان الله متغطيه بابيثيليوم وعليه ميوسين اللي هو بيساعدني في النون سبيسيفيك اميون ريسبونس، وكمان لما بيدخل باثوجين بيتكون اجينس باثوجين ده السكريتوري اي جي اي. السكريتوري اي جي اي ده مهمته ان هو يحمي لي الميكوزا بتاعه كل التراكس اللي عندي، يعني الريسبيراتوري تراكت جي اي تي الجينيتوريناري اليوريناري كل ده لما بيدخل باثوجين الاميون سيستم يعمل اجينست حاجه اسمها السكريتور اي جي اي اللي هو بيبقى دايميرك. السكريتور اي جي اي ده مهمته ميكوزال بروتكشن، ميكوزال بروتكشن، وموجود على كل بوابات الجسم. يعني ايه بوابات الجسم؟ الاماكن اللي ممكن يدخل منها الباثوجين، على جي اي تي، على ريسبيراتوري، على الجينيتال، على اليورينري. فعشان كده بنحب نسميه اسم ظريف جدا، بنسمي السكريتور اي جي اي ده اللي هو الدايميرك بسميه ايه؟ بنسميه جيت كيبر. بنسميه ايه؟ جيت كيبر.
يبقى ايه الفانكشنز بتاعت الاي جي اي؟ الاي جي اي دي ميجر كلاس اوف اميون جلوبولينز ان سيكريشنز، موجود في التيرز وفي السلايفا وفي الكولوستروم وفي الميوكس، موجود ان اول بودي سيكريشنز. سيكريتورو اي جي اي از امبورتنت ان لوكال او ميوكوزال اميونيتي زي ما قلنا. اكس از جيت كيبر، يعني ايه جيت؟ جيت يعني بوابه، صح؟ يعني حارس البوابه. جيت كيبر يعني حارس البوابه، بيحرس كل البوابات بتاعه جسمنا عشان اي باثوجين يحاول يدخل من التراكس دي يلاقي اللي يكون له الميوكوزال بروتكتنج سيكريتوري اي جي اي اللي هو بيبقى دايميريك، وبيتحد مع الباثوجين علشان يمنعه من دخول الجسم. يبقى سيكريتوري اي جي اي از امبورتنت ان لوكال او ميوكوزال اميونيتي، اكس از جيت كيبر، ات بروتكتس ميوكوزال سيرفيسز فروم ادهيجن and colonization of microorganisms. يعني عارف يعني ايه colonization يا جماعه؟ ان الباثوجين لما بيدخل الاول بيلزق على الابيثيليال سيرفيس، واول ما يمسك يعمل ادهيجن يبتدي يتكاثر فيدي مستعمرات colonies. اكيد انت سمعتوا عن كلمه colonies دي في البكتيريولوجي قبل كده. البكتيريا لما تتكاثر تدي كولوني مستعمره، يعمل colonization يعني يتكاثر ويبتدي بقى انفيد الجسم ويعمل لي infection. فالسكريتوري اي جي اي اللي موجود على الميكوزال ميمبرين ده بيحميني ان ما يحصلش اديجن وما يحصلش كولونيزيشن للباثوجين. فايت از فيري امبورتنت از ا بارامتر فور ميوكوزال اميونيتي. ما ننساش اللي هو ات از جيت كيبر. اول ما تسمع جيت كيبر دي تفتكر على طول الاي جي اي. اي جي اي؟ لا، الدايميريك اللي هو اللي سميناه سكريتوري اي جي اي، وسميناه سكريتوري لان موجود في البودي سكريشنز. اتفقنا؟ نيجي للاي جي دي. الاي جي دي ده ما فيش معلومات قويه عندنا. هو قالوا احتمال الاي جي دي ده برضو ساعات بيشتغل از بي ريسبتور على البيسيل، وقالوا ان هو ممكن يبقى له دور في الاوتوميونيتي، لكن مش عارفين ايه الفانكشن بتاعته لغايه دلوقتي. يبقى الاي جي دي ستراكشر اكزيست از مونومر، مونومر برضه. الاي جي دي از فاوند ان لو ليفل ان سيرم، اتس رول ان از انسرتن، لسه مش قادرين يحددوا له الفانكشن او لسه ما عرفوش الفانكشن بتاعته بايه بالظبط. ات ريبريزنتس ليس ذان 1% اوف توتال اميونوجلوبولين بول، يعني كميته قليله جدا. And present in trace amounts in normal serum. كميته قليله جدا عندنا، مش قادرين يعرفوا ايه الفانكشن بتاعته. لكن من ضمن الفانكشن اللي احنا عارفينها ان هو ساعات يشتغل از ايه؟ از انجن ريسبتور اون بي سيل. نيجي للاي جي اي. هل احنا عندنا اي جي اي في اجسامنا؟ عندنا، بس كميه قليله، والكميه القليله دي بتبقى بتحميني طالما هي within النورمال ليفل بتاعها. يبقى الاي جي اي ده برضه تيز مونوميرك. ايه الفانكشن بتاعته؟ وجدوا ان الاي جي اي ده موجود بكميه قليله وبيحميني خاصه في الباراسيتيك انفستيشن. لكن لو الاي جي اي ده زاد عن اللزوم يبقى في حاجه مش طبيعيه. امتى بيزيد الاي جي اي زياده عن اللزوم؟ فاكرين لما اتكلمنا على التي هيلبر 1 والتي هيلبر 2 وقلنا ان في بينهم بالانس وفي داون ريجوليشن بيحصل بينهم؟ المحاضره اللي فاتت قلنا هذا الكلام، اتمنى ان شاء الله انكم تكونوا ذاكرتوه. يعني في بينهم بالانس، التي هيلبر 1 بتسيطر على التي هيلبر 2 والتي هيلبر 2 بترد عليها تسيطر على التي هيلبر 1. لو البالانس ده باظ او ديستربد، كل واحده تشتغل بمزاجها بقى، فالتي هيلبر 2 بتطلع لي انترليكون مهمه قوي سميناه انترليكون 4، فاكرينه؟ وقلنا الانترليكون 4 ده بيخلي الجسم ميال انه يكون لي اي جي اي كتير، فالجسم يعمل اي جي اي كتير اي جي اي كتير، يبقى الليفل بتاعه مش طبيعي، يبتدي يزيد، يبتدي الشخص ده اسميه عنده لايبيلتي فور هايبر سنسيتيفيتي، يدخل في تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، وده طبعا وضع مش طبيعي. الطبيعي ان في عندي اكوليبريم وبالانس ما بين تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2، محدش بيخرج عن طوع الثاني. لكن لو حصل ديستربنس وتي هيلبر 2 بقى خدت براحة بقى وبدات تشتغل وتطلع انترليكون 4 كتير، وبالتالي اي جي اي كتير، هيتكون في الجسم اي جي اي كتير، يبقى الشخص ده هيبقى عنده استعداد للهايبر سنسيتيفيتي. هايبر سنسيتيفيتي تايب 1 زي ما هنتكلم عليها بالتفصيل مع بعض في المحاضره ان شاء الله. طيب الاي جي اي ده له خاصيه ان هو سيتوتروبيك،
يعني ايه سيتوتروبيك؟ It is homocytotropic. هو بيحب خلية معينة، بيحب يعني خلية بيحب المصل. الاي جي اي ده بيحب المصل. فلما بيكون في الجسم بكمية كبيرة، ها يروح يمسك على المصل. يمسك على المصل ازاي؟ بالاف سي بورشن. يبقى الاي جي اي از homocytotropic. الاف سي بورشن اوف اي جي اي كان بايند تو مصلز اند بيزوفيلز. طبعا مصلز هيها البيزوفيلز، بس واحدة في السيركيليشن واحدة في التيشو سبيسز برضه. Where it mediates many allergic reaction. يعني الاي جي اي مفروض موجود مونوميريك كميه قليله، لو زاد نتيجه اللوس اوف كنترول ما بين تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2 هيبتدي يتكون بكميات كبيره. لما بيتكون بكميات كتير كبيره يبتدي يبقى فيكسد على ايه؟ يبتدي يبقى فيكسد على المسلز، ويدخل الشخص في ايه؟ ويدخل الشخص في هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. طيب نتكلم دلوقتي على الفيزز اوف ذا هيمورال اميون ريسبونس. فيزز اوف ذا هيمورال اميون ريسبونس، شرحنا بالتفصيل الانتي بوديز والفيزز اوف ذا هيمورال اميون ريسبونس. يعني ايه مراحل الهيمورال اميون ريسبونس؟ لما نتكلم كلمتين وبعدين هنقرا السلايز، وقبل ما نقرا السلايز كمان هنبص على الكيرف وبعدين نقرا السلايز. لما الواحد يتعرض لانجين فور ذا فيرست تايم، ده بسميه برايمري اميون ريسبونس، هيحصل رياكشن معين. لو اتعرض لنفس الانجين ده ليتر اون سنه بعد سنتين وات ايفر، هيبقى هسميها الاكسبوجر ده هسميه سكندري اميون ريسبونس. يعني الانجين داخل على الجسم ده فور ذا سكند تايم برضه هيبقى فيه رياكشن. هل في اختلاف ما بين البرايمري اميون ريسبونس والسكندري اميون ريسبونس؟ اه في اختلاف. خلينا نبص على الكيرف وبعدين نرجع نقرا الكلام ده. في عندي هنا الكيرف ده بيبين لي ايه؟ الفيرتيكال ده الليفل اوف انتي بوديز اللي هو العمودي، والهوريزونتال ده التايم الويكس. لو هذا الشخص اللي انا بعمل له الكيرف ده دخل عليه انجين فور فيرست تايم، فيرست اكسبوجر تو ذا انجين، يعني اتعرض لانجين، يعني اتعرض لانفكشن، تعرض مثلا للانفكشن مثلا بالميزيز فيروس، ادي الفيرست اكسبوجر. الباثوجين دخل هنا اوكي. لما دخل هنا ابص الاقي ايه؟ ابص الاقي احنا بنتكلم هنا على الهيمورال اميون ريسبونس، والهيمورال اميون ريسبونس دي تبع ايه؟ سبيسيفيك ولا نان سبيسيفيك؟ تبع السبيسيفيك. اذا عشان الانتي بودي تبتدي تبان هتاخد وقت ولا مش هتاخد وقت؟ طبعا هتاخد وقت. ليه؟ لان طبعا الباثوجين هيعدي على الفيرست لاين اللي هو النون سبيسيفيك، ويبقى فاجوسايتوزد، ويبقى دايجستد، وبعدين يبقى بريزنتد على الماكروفاج، وبعدين الماكروفاج دي تطلع انترليوكن 1 تنده تي هيلبر، والتي هيلبر تيجي تقف تنده على بي سيل، عشان بي سيل تتحول لبلازما سيل، والبلازما سيل تديني الانتي بوديز. يعني في قصه بتحصل، القصه دي بتاخد وقت. اذا الانتي بوديز اللي بتبان بعد الاكسبوجر تو سيرتن باثوجين، هل بيبان على طول انتي بوديز في التو واللحظه؟ لا، ده في وقت بيعدي تقريبا من فروم 1 تو 2 ويكس، من 7 ايام ل 14 يوم على بال الانتي بوديز ما تبتدي تبان، على بال القصه بقى بتاعت النون سبيسيفيك، وعلى بال ما توصل للبي سيل، والبي سيل تدي بلازما سيل، والبلازما سيل تطلع الانتي بوديز. يبقى في عندي لاج بيريود ما بين اسبوع لاسبوعين، خلاص؟ وبعدين لما بيطلع الانتي بوديز، ادي فيرست اكسبوجر، طلع الانتي بوديز البيك بتاعه ما بقاش عالي قوي، بعدين يبتدي يحصل له ديكلاين عشان ايه؟ ينزل لقرب البيز لاين. جه الشخص هنا اتعرض تو ذا سيم انجن، يبقى الريسبونس الاولاني ده، الكيرف الاولاني ده اللي هو البرايمري اميون ريسبونس. في عندي لاك بيريود، في عندي ليفل اوف انتي بودي مش عالي قوي، وبعدين الانتي بودي بدات تنزل. جه هنا اتعرض تو ذا سيم انجن. في الحاله دي هل هيبقى في لاج بيريود؟ ايه رايكم؟ لا مش هيبقى في لاج بيريود. ليه؟ علشان في البرايمري اكسبوجر اتكون لي بلازما سيل، طلعت انتي بوديز، وحبه بلازما سيل صغيرين اتركنوا على جنب، سميناهم ايه؟ سميناهم الميموري بلازما سيل. الميموري بلازما سيل دي خلاص حفظت الانجين من المره الاولانيه، وخلت له ايمج، فوتو ايمج، وعارفه شكله. اول ما يدخل عليها في السكند تايم
ما يبقاش في وقت خالص على تروح البلازما سيل موجوده جاهزه تروح مطلعه الانتي بوديز، فما يبقاش عندي لاك بيريود، ما فيش وقت بيعدي ما بين دخول الباثوجين وبدايه ظهور الانتي بوديز. في البرايمري اكسبوجر كان في اسبوعين تقريبا او اسبوع او اسبوعين، هنا على طول ما عنديش لاك بيريود، الانتي بوديز بتطلع على طول. ليه؟ عشان عندي الميموري سيلز اللي هي البلازما سيل تطلع لي انتي بوديز وبتبقى متيقظه وبتدي كميه قويه من الانتي بوديز اعلى. بص الانتي بودي اعلى قوي من المره الاولانيه ازاي؟ وحتى الديكلاين ما بينزلش قوي، يعني حاجه بسيطه ويفضل موجود عندي. نوع الانتي بودي اللي بان هنا في البرايمر اكسبوجر ايه؟ كان نوعه اي جي ام، عشان كده قلنا الاي جي ام it is the predominant antibody في البرايمر اكسبوجر. ونوع الانتي بودي اللي ظهر في السكندري immune response كان نوعه ايه؟ كان نوعه اي جي جي. خلاص؟ ده الكلام ده عشان نستوعب هذا الكلام اللي احنا شرحناه عكر. يبقى الفيزز اوف ذا هيومورال immune response برايمر immune response it occurs following first exposure to an antigen and produces relatively small amount of antibody. الانتي بودي ما بتعلاش قوي. It is divided into the following stages. قسمناها stages. الستيج الاولانيه latent or lag period اللي هي الفتره اللي بتعدي ما بين دخول الباثوجين وبدايه ظهور الانتي بوديز from 1 to 2 weeks زي ما قلنا. It is the interval before antibody can be detected in the serum. ليه الفتره دي بتعدي ليه؟ عشان ده اول مره يدخل الجسم، بيعدي على البرايمري immune response على الفيرست لاين وبيبقى فاجوسايتوز وبيبقى هيحصل لها برزنتيشن وبعدين تيجي التي هيلبر سيل وبعدين تنده على البي سيل. القصه دي كلها بتخلي يبقى عندي حاجه اسمها latent or lag period. طبعا الفتره دي بتبقى ممكن طويله وقصيره على حسب نوع الانجن وعلى حسب الانجن ده دخل ازاي. ممكن يكون لو دخل بطريقه سريعه ولا مش بطريقه سريعه، لكن هو لازم يكون في عندي latent او lag period. الاكسبوننشال فيز اللي هو الكيرف بقى اللي بيعلى في الانتي بودي بيبقى عندي اكسبوننشال برودكشن فيز، بس الكونسنتريشن بتاعت الانتي بودي ما بتبقاش عاليه قوي. خلاص؟ يعني بتبقى لو بيك. خلاص؟ من 10 فورز سم ويكس وبعدين يبتدي تقل، يحصل انا عندي ديكلاين فيز، يبقى انا عندي ليتنت فيز، عندي اكسبوننشال فيز، الانتي بودي بتزيد بس ما بتعلاش قوي، وبعدين تبتدي يحصل ديكلاين. كونسنتريشن في انتي بودي falls rapidly to the pre-immunization level. وزي ما قلنا المين انتي بودي عندي هنا ايه؟ في البرايمري الاي جي ام. اوكي؟ طيب. اما في السكندري اميون ريسبونس زي ما شفنا في الكيرف، ساعات السكندري بيحبوا يسموه انامنستيك رياكشن او انامنستيك ريسبونس او ميموري ريسبونس او بوستر ريسبونس. دي كلها تسميه للسكندري اميون ريسبونس. ماشي الكلام؟ ايه اللي بيحصل فيه بقى؟ it occurs following subsequent exposure، يعني حصل exposure للمره الثانيه او الثالثه او الرابعه to the same antigen. خلاص؟ it consists of rapidly proliferation على طول proliferation of plasma cell. ايه البلازما سيل دي؟ اللي هي الميموري يا جماعه اللي هي اتكونت من المره الاولانيه وقاعده مترقبه الموقف وعندها ميرور ايمج للانجن. على طول البلازما سيل تشتغل with subsequent production of large amounts of specific antibody. خلاص؟ الريسبونس ده نتيجة إيه؟ This response occurs because of memory B cell and T cells اللي هم الميموري سيلز اللي إحنا بنقول عليهم لهم دور في السكند اكسبوجر. It is characterized by إيه بقى؟ الـ latent period very short latent period عشان هي إيه على طول بتدخل على الميموري سيلز وتنبهها وتطلع الأنتي بوديز. يبقى الـ latent period very short. Marked increase في الأنتي بودي، الأنتي بودي ليفل بيبقى أعلى. higher concentration وgradual decline. ما يحصلش decline قوي، بيبقى antibody ينزل شويه لكن بيبقى في السيل عالي. الانتيبودي الاساسي اللي في السكندري immune response بيبقى نوعه ايه؟ بيبقى IgG. خلاص؟ يبقى لو حبينا نقارن ما بين البرايمري والسكندري immune response in points كده، هنلاقي هنا في البرايمري this is slow in onset. يعني ايه slow onset؟ يعني عندي lag او latent period ما بيظهرش على طول الريسبونس، يقابله rapid onset في السكندري. هنا low in magnitude الانتيبودي مش ما بتعلاش قوي، يقابله high magnitude في السكندري. هنا short lived لانه بيحصل decline على طول، الثاني long lived لانه بيقعد وما بينزلش زي البرايمري. هنا mainly بيبقى IgM و
والتاني بيبقى مين لي اي جي جي. بقى عندنا كام فرق؟ عندنا اربع فروقات ما بين البرايمري والسكندري اميون ريسبونس. الرسمه دي يعني ما تتخضوش منها، بس هي بتبين لي السيكونس اللي بيحصل. لو نحب نشرحها مع بعض، حصل هنا برايمري اكسبوجر، هنقول نفس الكلام، وبعدين ده برايمري تعمل يبقى في فاجوسايتوزس بالماكروفاج، وبعدين بيحصل انتيجين بريزنتيشن، وقت بيعدي بقى، وبعدين تيجي البي سيل، تي هيلبر سيل تشتغل، التي هيلبر سيل تشتغل يا اما على البي سيل. معلش لحظه، يا اما على البي سيل وتدي البلازما سيل والميمري سيل، يا اما تشتغل على التي سيل والتي سيل اكتيفيتد تدي ايه؟ السيتوتوكسيك تي سيل اللي هي هتنفيد الباثوجين وميمري تي سيل. خلاص؟ التي هيلبر سيل كمان هتديني ميمري سيلز، يبقى انا عندي 3 ميمري سيلز، ميمري تي هيلبر وميمري تي سيل اللي هي سيتوتوكسيك وميموري بي سيل اللي هي البلازما سيل اللي هتدي. الثلاثه دول بقى هم اللي بيهموني في السكندري اميون ريسبونس. اول ما يحصل سكندري اميون ريسبونس الثلاثه دول بيشتغلوا على طول وبيدوني الريسبونس من غير ما يبقى في عندي لونج ليتن بيريد، ويكون الليفل بتاع الرياكشن اقوى والديكلاين ما بيحصلش ديكلاين. يبقى ايهما افضل او ايهما اقوى؟ طبعا السكندري اميون ريسبونس بيبقى اقوى. وده يفصل لي يا جماعه ليه لما بنيجي ندي لقاح او فاكسين بندي اكتر من جرعه اولانيه، يقول لك بندي بوستر دوز، بيسموها بوستر دوز، بيسموها جرعه تنشيطيه. ليه؟ لان كل ما يحصل لك اكسبوجر للفاكسين، يعني للحاجه بتاعت اللي لها العلاقه بالباثوجين، كل ما الاجسام المضاده اللي بتتكون وبتحميك يكون كميتها اكبر وكميتها اعلى. خلاص؟ يبقى ده يفصل لي ليه الفاكسين بديه ان بوستر دوزز. وده اللي يفصل لي كمان ان الشخص اللي في بعض الاشخاص لما بيعيوا وبنحب نعالجهم ساعات بيدوهم انتي بوديز، بنعمل لهم باسيف ايميونيزيشن، نديهم انتي بوديز. الانتي بوديز دي بتبقى اي جي جي ولا اي جي ام؟ طبعا اي جي جي، لان اي جي جي دي هي اللي بتبان في السكند والثيرد والريبيتد اكسبوجر، بيبقى الليفل بتاعها اعلى. يبقى في حاله الباسيف ايميونيزيشن الانتي بودي بيكون نوعه اي جي جي مش اي جي ام. طيب نيجي نتكلم على موضوع اخر اللي هو مونوكلونال انتي بودز. خلينا نتكلم الاول كلمتين كده وبعدين نشوف السلايدز. اي انجن يا جماعه قلنا ممكن يكون متكون من ديفرنت بارتكلز، زي ما قلنا الانجن بيدخل جوه مثلا فاجوسيتوز وبيبقى دايجستد انتو بارتكلز بتاعته. البارتكل الواحده سميناها ايه؟ فاكرين سميناها ايه؟ سميناها ايبيتوب. سميناها ايبيتوب. يعني لو الانجن ده فيه متكون من اربع ايبيتوبس ماسكين في بعض وحصل له دايجيشن والايبيتوبس اتفككت جوه الفاجوسيتك سيل وراحت رصاها على السطح، عملت انجن بريزنتيشن، هيبقى عندي كام ايبيتوب على السطح؟ عندي اربعه. سبحان الله كل ايبيتوب مختلف عن الثاني، ما يشبهوش، عشان كده هو مكون من ديفرنت فورمز اوف ايبيتوبس. كل ايبيتوب سبحان الله له البي سيل كلون اللي تتفاعل معاه. يعني كل ايبيتوب له الريسبتور بتاعه على مجموعه من الخلايا مع بعض تحمل نفس الريسبتور بتاعه، بسميها بي سيل كلون. فلو دخل انجن مكون من ديفرنت ايبيتوبس هيعمل بولي كلونال بي سيل اكتيفيشن ولا مونو كلونال بي سيل اكتيفيشن؟ هيعمل طبعا بولي كلونال بي سيل اكتيفيشن، لان الانجن مكون من ديفرنت ايبيتوب وكل ايبيتوب له الكلون البي سيل كلون الخاصه بيه. فاذا الانجن بيعمل بولي كلونال بي سيل اكتيفيشن. الكلون في سيل اللي تحمل الريسبتور بتاع ايبيتوب واحد هنسميها مونو كلونال بي سيل. البي سيل دي لما تبقى اكتيفيتد بالايبيتوب ويحصل لها ديفرنشيشن وتدي البلازما سيل اللي بتطلع الانتي بوديز، الانتي بوديز اللي بيطلع منها ده بيشتغل اجينست ايه؟ يمسك في ايه؟
يمسك في الابيتوب اللي تسبب في وجوده، اللي تسبب في الاكتيفيشن بتاع البي سيل كلون دي، واللي هي ادت البلازما سيل وادت الانتي بودي. يبقى لما اجي اقول لك مونو كلونال انتي بودي معناها ايه؟ معناها الانتي بودي which reacts with a single epitope. With a single epitope. يبقى السلايد هنا نقراها مع بعض. Monoclonal antibodies. Monoclonal antibody is an antibody that is specific to a single epitope. Monoclonal antibodies دي سبحان الله في واحد عالم يعني كان مخه نضيف شوية قال أنا هصنع المونوكلونال antibodies دي عندي في المعمل. أصنعها ليه عم؟ أعمل لها استخدامات عظيمة جداً أقول لكم عليها. طيب فعايز يصنع لي مونوكلونال أنتيبودي في المعمل، صنعها لي في المعمل بتكنيك اسمه هايبريدوما تكنيك. يبقى المونوكلونال أنتيبودي is an antibody that is specific to a single epitope. المونوكلونال أنتيبوديز are prepared by the murine hybridoma technique. التكنيك اسمه hybridoma technique، استخدم فيه ماوس عشان كده بيسموه murine hybridoma technique. سميها hybridoma، افتكر كلمه يعني ايه كلمه hybridoma. hybridoma hybridoma معناها artificial cell، يعني سيل صناعيه انا عملتها في المعمل، سيل صناعيه اتعملت في المعمل ليه؟ عشان نعمل منها المونوكلونال انتيبودي زي ما هنشرح. نبص على الصورة دي هنلاقي ايه؟ هنلاقي العالم ده عمل ايه؟ اللي مخه نظيف ده قال انا هجيب تو بلازما سيل. بلازما سيل جابها من واحد عنده مايلوما. يعني ايه مايلوما؟ مايلوما دي مالجنسي اوف ذا بلازما سيل. واحد عنده لوكيميا، اللوكيميا دي نوعها ايه؟ عنده مالتيبل مايلوما. مش بسمعها في واحد يقول لي انا يعني النوع اللوكيميا عنده مالتيبل مايلوما، يعني عنده انكنترولبل بروث، يعني مالجنت وبتتكاثر انكنترولد. يبقى راح جاب بلازما سيل من واحد عنده مالتيبل مايلوما سميناها كانسرس بلازما سيل. ويعني ايه كانسرس بلازما سيل؟ عندها خاصيه طبعا الانكنترولبل سيل ديفيجن، يعني طبعا المالجنا سيل بتبقى عندها خاصيه الانكنترولبل سيل ديفيجن، ديفيجن عمال على بطال، وتدينا بقى سيلز نون فانكشننج مش، وتاخد النيتريشن من الاذر سيلز، يعني بيبقى لها مدار كثيره. طيب مش هندخل في الحته دي. يبقى جاب خليه من واحد عنده مالتيبل مايلوما وسميناها كانسرس بلازما سيل، خلاص؟ لها خاصيه الانكنترولبل سيل ديفيجن. وجاب بلازما سيل ثانيه، البلازما سيل الثانيه دي جابها من فين؟ جابها من الفار. الفار ده عمل فيه ايه؟ ماوس ووز انجكتد وذ سيرتن انتيجن. الانجن ده ويل ستيميوليت بولي كلونال بي سيلز، وخد الكلون اوف سيل اللي هي بتعمل انتي بودي اجينست ا سيرتن سبيسيفيك ايبيتوب. خد البلازما الكلون اوف سيل اللي بتعمل انتي بودي اجينست ا سنجل ايبيتوب، وخد البلازما سيل بتاعتها. يبقى البلازما سيل اللي خدها من الماوس دي كاركترايزد بايه؟ انها سبيسيفيك تو ا سيرتن ايبيتوب. وحطهم في المعمل في ميديا الاثنين خلينتين، حطهم في المعمل في ميديا معينه اندر سيرتن فاكتورز وسيركمستانسز كونديشنز معينه، فعمل فيوجن ما بين التو بلازما سيلز دي، واحده كانسرس بلازما سيل واحدة انتي بودي برودوسينج بلازما سيل، بس طبعا انتي بودي اجينست سيرتن ايبيتوب، سنجل ايبيتوب. خلاص؟ البلازما اللي اتكونت نتيجة الفيوجن اوف تو بلازما سيلز دي بقت شايلة التو كاركترز. الارتفيشال سيل اللي انا صنعتها دي اللي هي هايبردوما سيل لها التو كاركترز. شالت الكاركتر بتوع البيرنت سيلز، شالت الكاركتر بتاع كانسرس بلازما سيل انها عندها uncontrollable vision، وشالت الكاركتر بتاع البلازما سيل اللي هي سبيسيفيك دي انها بتدي انتي بودي اجينست ا سنجل ايبيتوب. يبقى انا عندي خليه هنا بتتكاثر بسرعه جدا، بتطلع كميات من الانتي بوديز مهوله اجينست ا سنجل ايبيتوب. خد الانتي المونوكلونال انتي بودي دي وحوشها عنده في المعمل، حوشها عنده فين؟ في المعمل عشان يستخدمها استخدامات قيمه. ده التكنيك بتاع تحضير المونوكلونال انتي بودي.
ده التكنيك اللي بسميه هايبريدوما تكنيك. وهايبريدوما معناها ارتفيشال سيل صنعتها في المعمل من ايه؟ من تو بلازما سيل، واحده من كانسرس، واحده كانسرس بلازما سيل، والثانيه انتي بودي برودوسنج بلازما سيل اجينست سيرتن ايبيتوب. يبقى الفيوزد بلازما سيل اللي هتتكون هتحمل تو كاركترز اللي هم خاصيه الان كنترولد جروث اند ديفيجن، والخاصيه الثانيه انها بتدي سبيسيفيك انتي بودي اجينست سيرتن ايبيتوب. وخد الانتي بودي اللي كونت دي وبقى يحوشها عنده في المعمل، يحوشها عنده. خلاص هنشوف هيحوشها ليه. طيب نقرا التكنيك كده اللي احنا لسه شارحينه. Each hybrid cell formed by this technique has two important properties. It produces a single type of antibody molecule specific for that particular epitope. يعني عندها خاصية specificity to a single epitope. It continuously grow and divide like the plasma cytoma اللي جابها من multiple myeloma اللي هي خاصية uncontrolled multiplication. خلاص؟ وبدا يستخدم بقى المونوكلونال انتي بوديز. يبقى اذا الهايبريدوما سيل دي نفتكر يا جماعه انها فيها خاصيتين مهمين جدا، ان كنترول سيل ديفيجن، والخاصيه الثانيه سبيسيفيستي. ماشي الكلام؟ استخدمها في اللاب بروسيجرز يعني في التشخيص، والثيرابيوتيكلي يعني في العلاج. استخدمها في الدايجنوسيس وفي العلاج ازاي؟ استخدمها في الدياجنوزيس عشان يعمل حاجه اسمها اتش ال اي تايبنج، يعني نفهمها لما نتكلم على ترانسبلانتيشن في اخر محاضره مع بعض في الايمونولوجي. هنفهمها كويس. استخدمها في هرمونال اسي. استخدمها في الايزوليشن اند بيوريفيكيشن اوف هيومن باثوجين. استخدمها في الايدنتيفيكيشن اوف فيروسز بكتيريا اند كانسر. بقى الدياجنوزيس بقى دلوقتي سهل، بيجيب البكتيريا اللي احنا مش عارفينها ايه اللي فصلها من مريض، ويحط عليها انا شاكك ان البكتيريا دي مثلا سلمونيلا، فبيحط عليها المونوكلونال انتي بودي بتاع سلمونيلا، اشتغل معاها تبقى سلمونيلا، ما اشتغلش تبقى مش سلمونيلا، اند سو اون. خلاص؟ فده التشخيص اللي استخدمها في اللاب، في في الدياجنوزز وفي حاجات ديفرنت بارامترز. في الثيرابيوتيك استخدمها في التريتمنت اوف كانسر. يا ازاي؟ احنا عارفين ان الناس لا حول ولا قوة الا بالله اللي هم عندهم كانسر ساعات يقولوا لهم لازم ياخدوا كيموثيرابي، وطبعا ما بيحبوش الكيموثيرابي لان اللي بتبقى سايد توكسيك دراجز دي ساعات بتدخل بتبوظ او بتموت الكانسر سيلز، وساعات بتعمل ديستربنس للنورمال سيل فيبتدي يبان سيفير سايد افكتس. ففي كتير من المرضى بيرفضوا ياخدوا الكيموثيرابي علشان بيبقى لها سايد افكتس شديده جدا. فالعالم دوا عمل ايه بقى؟ جاب الكيموثيرابي دراج او السيتوتوكسيك دراج اللي بيستخدموه في الكيموثيرابي، وركب عليه مونوكلونال انتي بودي خاص بالتيومر اللي عند الشخص. مونوكلونال انتي بودي اجينست التيومر اللي عند هذا الشخص. يعني بقى السيتوتوكسيك دراج كونجوجيتد او مربوط او combined with monoclonal antibody against tumor antigen. ليه؟ عشان لما دخل هذا الدراج في الجسم، احقنه في الجسم او يدخل الجسم، ما يدخلش على اي خليه او ما يوصلش لاي خليه، يوصل الخليه اللي فيها ايه؟ اللي فيها المالجنسي. ليه؟ لان هو ركب عليه monoclonal antibody against tumor antigen، فيدخل الجسم يدور على التيومر سيل ويشتغل عليها. عشان كده بنسموا التركيبه دي اللي هي عملها ان هو السيتوتوكسيك ده ماسك في المونوكلونال انتي بودي اجينست تيومر، سموها ماجيك بوليت. ماجيك بوليت، بوليت يعني رصاصه، وماجيك يعني سحريه، يعني رصاصه السحريه، لانها بتدخل الجسم بتدور، ما تدخلش على اي خليه، تدور على التيومر سيل وتدخل عليها تدمرها. يبقى انا قللت السايد افكتس بتاع السايد توكسيك دراج ولا لا؟ طبعا قللته، لان ركبت عليها حاجه تخليها ما تقفش غير عند التيومر سيل. فدي طبعا كان اختراع جميل جدا، وهو ما كانش لسه، كان اندر ترايل لغايه قريب، لكن دلوقتي بدا فعلا يستخدم، بس بيستخدم بره، وهو طبعا ستيل فيري اكسبنسيف ومكلف جدا كعلاج. لكن هو بقى ثبت نجاحه اللي هي الماجيك بوليت، اللي هي عباره عن
السيتوتوكسيك دراجز اللي بتستخدم في كيموثيرابي وبيركبوا عليها مونوكلونال انتي بودي اجينست التيومر انجيو. الاستخدام الثاني للمونوكلونال انتي بودي اللي هو الباسيف ايمينيزيشن زي ما قلنا. بدل ما استخدم الانتي بوديز العاديه لا انا استخدم مونوكلونال انتي بوديز عشان تبقى مور بيوريفايد اند مور افيشنت. الجزئيه الثالثه بتاعت المحاضره بتاعتنا اللي هي الكومبلمنت سيستم، ان شاء الله هنخلصها قبل ميعادكم ما تقلقوش. الكومبلمنت سيستم بليز ميجر، نتكلم برضو قبل ما نقرا السلايدز. الكومبلمنت سيستم ده ايه؟ احنا قلنا ان الاي جي ام بيعمل الكومبلمنت اكتيفيشن والاي جي جي بيعمل ايه الكومبلمنت ده؟ ده بارامتر مهم جدا يا جماعه في الديفنس. بارامتر مهم من البارامترز بتاعت الاميون سيستم. يعني احنا قلنا الاميون سيستم عباره عن بي سيل بتاعت الهيمورال وتي سيل بتاعت السيل ميديتد. في حاجه بارامتر لوحده بقى كده واقف لذاته اسمه الكومبلمنت سيستم. ايه الكومبلمنت سيستم؟ دي مجموعه من البروتينز. سموها سي 1 2 3. في كتير قوي وصل لغايه 25 لكن اللي هندرسهم النهارده ونركز معاهم هم تسع انواع من اول سي 1 سي 2 سي 3 لغايه سي 9. عباره عن مجموعه من البروتينز موجوده في اجسامنا ان ذا ان اكتف فورم، يعني موجوده في الان اكتف فورم مستنيه او مترقبه لما الجسم يحتاجها تبتدي تبقى اكتيفيتد. لما تبتدي تبقى اكتيفيتد كل واحد يبقى اكتيفيتد يعمل اكتيفيشن اللي بعده، يعني سي 1 اللي بعده واللي بعده، يعني زي السلم بالظبط يطلع سلمه سلمه لغايه ما يحصل اكتيفيشن للناين كومبوننتس بتاعه السيستم. يبقى نقرا السلايد كده. الكومبلمنت سيستم بلايز ميجر رول ان هوست ديفنس اند انفلاماتوري بروسيس ثرو انيت اند اكوايرد اميونيتي. يعني الكومبلمنت سيستم بيقدر يشتغل بطريقه تبع الانيت اميونيتي وبطريقه ثانيه تبع الاكوايرد اميونيتي، يعني شغال في التو بارامترز بتاعت الميون سيستم الانيت والاكوايرد. It consists of complex series of at least 25 plasma proteins produced by different tissues. يهمني التسعة. Nine major complement components are designated by C. يعني هديها الـ abbreviation C. Followed by the identifying number C1, C2 لغاية C9. Okay. هذا complement system بيشتغل بطريقتين. يا إما تبع specific. فهسميه في الحاله دي لو اكتيفيشن كلاسيك باث واي، الاكتيفيشن بتاعته هسميها كلاسيك باث واي، ويا اما تبع النون سبيسيفيك هسميه الالترناتيف باث واي. يبقى الكومبلمنت ده عباره عن مجموعه من البروتينز ان ان اكتف فورم لما بتبقى اكتيفيتد نتيجه ان عايز يشتغل بقى ويعمل ديفنس نتيجه الاكسبوجر ل حاجه دخلت الجسم بيحصل له اكتيفيشن بطريقتين، يا اما بكلاسيك باث واي وده يبقى هيشتغل تبع السبيسيفيك، يا اما الترناتيف باث واي وده يبقى تبع النون سبيسيفيك. في طبعا طريقه ثالثه بيسموها ليكتين باث واي، بس انا يهمني انك تفهم الكلاسيك والالترناتيف باث واي. قبل ما نقرا السلايد هنا هنبص على ازاي بيحصل اكتيفيشن للكومبلمنت. الكومبلمنت سيستم زي ما قلنا عندنا نوعين بيحصل له اكتيفيشن بحاجه اسمها كلاسيكال باث واي، والطريقه الثانيه سميناها الترناتيف باث واي. الكلاسيكال باث واي قلنا دي تبع ايه؟ تبع السبيسيفيك. ما دام تبع السبيسيفيك يا جماعه يبقى لازم يكون عندي انجن انتي بودي، لان الانجن الانتي بودي ظهوره معناه ايه؟ معناها بيس الاكتيفيشن، معناها ان احنا تبع الاريا بتاعت السبيسيفيك. فلما الانجن بيكون له انتي بودي والانجن يمسك في الانتي بودي كويس كده، اول ما الانجن يمسك في الانتي بودي، فاكرين لما كنا قلنا الانتي بودي ده له في الزاويه مكان بيمسك فيه الكومبلمنت؟ المكان ده اللي على الاف سي بورشن بيمسك فيه الكومبلمنت. بس لو الانتي بودي ده لوحده واقف في الهواء كده في الطاله كده لوحده ما يقدرش يمسك فيه الكومبلمنت، لان السايت بتاعه بيبقى مستخبي. السايت بتاع الكومبلمنت اللي موجود على الانتي بودي ده امتى يبقى اكسبوزد؟ لما يمسك في الانجن. اول ما يمسك في الانجن المكان بتاع الكومبلمنت يبان. المكان بتاع الكومبلمنت موجود فين؟ على الاف سي بورشن بتاعه. يبقى الانتي بودي ماسك بالفاب
في الانجن، اول ما يمسك في الانجن يحصل اكسبوجر للمكان بتاع الكومبلمنت، يبتدي يستدعي الكومبلمنت، يجي بقى الكومبلمنت يبتدي يبقى اكتيفيتد. اول ما اشوف المكان بتاعه بان على الاف سي بورشن بتاع الانتي بودي علشان هو مسك في الانجن يبتدي يشتغل، يجي السي 1 يشتغل يحصل له اكتيفيشن. بعد ما يحصل له اكتيفيشن ينده على السي 4 يحصل له اكتيفيشن، السي 4 حصل له اكتيفيشن ينده على السي 2 يعمل اكتيفيشن، يبقى حصل اكتيفيشن سي 1 4 2. الثلاثه دول يمسكوا فين؟ يمسكوا في مكان بتاع الكومبلمنت. والكوبشه دي بتاع سي 1 وسي 4 وسي 2 لما بيمسكوا مع بعض بيعملوا لي حاجه اسمها كونفرتيز، كانه انزيم كونفرتيز. الكونفرتيز انزيم ده هو اللي بيجي على السي 3 وبسميه سي 3 كونفرتيز، يروح قابط على السي 3 قاسم السي 3 لجزئيتين، جزئيه صغيره اسمها سي 3 اي تجري في السيركيليشن هنقول ايه وظيفتها، وسي 3 بي جزئيه كبيره تكمل المشوار. السي 3 بي الكبيره دي تروح على السي 5 وتروح خبط على دماغها كسراها جزئيتين، جزء سميه سي 3 سي 5 اي يجري في السيركيليشن صغير صغنن، وجزء كبير هسميه سي 3 بي، جزء كبير ده يكمل المشوار يمسك في ايه؟ في سي 6 7 8 اند 9. والكوبشه بتاعت بقى سي 3 بي وهي ماسكه في ال 6 وفي ال 7 وفي ال 8 وفي ال 9، الكوبشه دي بقى تروح على البكتيريا اللي عايزين نتخلص منها او السيل اللي عايزه ادمرها وتعمل فيها بورز في السيل ميمبرين ويحصل ديستراكشن لهذه الخليه الانمي اللي انا عايزه اخلص منها. تاني هنقول تاني، الانجن عمل انتي بودي اجينس ومسك في الانتي بودي. الانجن انتي بودي لما يمسكوا بعض يا جماعه الكومبينيشن ده له اسم كده لطيف اسمه اميون كومبلكس. بقول لك يعني ايه اميون كومبلكس؟ تقول يعني انجن ماسك في الانتي بودي السبيسيفيك بتاعه. انجن انتي بودي لما يبقوا بايند مع بعض هسميه اميون كومبلكس. اول ما يتكون الاميون كومبلكس دوت المكان بتاع الكومبلمنت اللي على الانتي بودي بيبان، يروح ماسك سي 1 وسي 1 اكتيفيتد يعمل اكتيفيشن اللي بعده سي 4، سي 4 اكتيفيتد يعمل اللي بعده اللي هو سي 2، ويبقى عندي الثلاثة اكتيفيتد وماسكين في بعض بيعملوا لي حاجة اسمها سي 3 كونفرتيز. انزيم يروح خابط على دماغ 3 سي 3 اسمه 2 بارتكلز، حتة صغيرة اللي هي الـ A تجري في السيركيليشن وحتة كبيرة اللي هي سي 3 بي. دي تخبط على السي 5 لأن هسميها سي 5 كونفرتيز برضو، تقسمها إلى سي 5 A تجري في السيركيليشن وسي 3 بي قطعة كبيرة تمسك في 6 و7 و8 و9، يبقى كوبشة كبيرة كده تروح تعمل بورز على الممبرين عشان كده سميناها ممبرين اتاك كومبلكس. سميناها ايه؟ ايه هو الممبرين اتاك كومبلكس؟ اللي هو السي 3 بي بعد ما يمسك في 6 و7 و8 و9 الكومبلكس ده يعمل بورز في الممبرين ويحصل ديستراكشن للخليه الانمي اللي انا عايزه اموتها. الكلام ده كله على ايه؟ على الكلاسيكال باث واي، وسميناه كلاسيكال باث واي يعني تابع للسبيسيفيك. ليه؟ لان انا عندي مين كومبلكس انجن وانتي بودي، ما دام في انتي بودي يبقى لازم ده تابع للسبيسيفيك. طب احنا قلنا ان الكومبلمنت كمان ممكن يبقى اكتيفيتد باي الالترناتيف باث واي. باي الالترناتيف ايه؟ باث واي. الالترناتيف باث واي هنا يعني نون سبيسيفيك، يعني ما عنديش انتي بودي، ما عنديش سبيسيفيك رياكشن هنا. خلاص؟ امتى يبقى يحصل الالترناتيف باث واي؟ في بعض البكتيريا التوكسنز اللي هي بسميها الاندوتوكسنز بتاعت البكتيريا لها القدره لوحدها من غير انتي بودي تعمل اكتيفيشن للكومبلمنت او اجريجيتد اميونوجلوبينز او التيومر سيل نفسها ممكن تعمل اكتيفيشن للكومبلمنت بالالترناتيف باث واي من غير وجود ايه يا جماعه؟ من غير وجود انتي بودي، عشان كده حطيناها تبع ايه؟ تبع الالترناتيف باث واي. طيب هل هي الالترناتيف باث واي مختلفه عن كلاسيكال باث واي؟ ايوه مختلفه. مختلفه في ايه؟ ان هي ما بتشتغلش لا على سي 1 ولا سي 4 ولا سي 2، دول بتوع كلاسيكال. امال هنا بتشتغل ازاي؟ بتلجا لوسائل اخرى بتنشطها، في حاجه اسمها فاكتور بي دي وفاكتور بي وبروبرتين، دول عباره عن فاكتورز بيساعدوها موجودين في السيرم. لما يبقى في التيومر او الاندوتوكسين بتاع البكتيريا او اجريجيتد اميونوجلوبلينز يقدر يحصل له اكتيفيشن في عدم وجود الانتي بودي عشان ده الترناتيف باث واي.
لا عنده سي 1 ولا يشتغل على سي 4 ولا على سي 2، لكن بيستعين ببارامترز ثانيه في السيرم اللي هو فاكتور دي وبي وبروبرتين، يساعدوه بقى علشان يروح يقفز مره واحده على السي 3، يكسرها لسي 3 اي وسي 3 بي ويمشي نفس السكه بتاعت الكلاسيكال لغايه ما ينتهي بايه؟ بالممبرين اتاك كومبلكس ويحصل ديستراكشن للتارجت سيل اللي عايز يكسرها. يبقى اذا الكلاسيكال باث واي ده تابع للسبيسيفيك، لازم يكون عندي اميون كومبلكس. يعني ايه اميون كومبلكس؟ يعني انجن انتي بودي. الالترناتيف باث واي تبع النون سبيسيفيك، وده ما عندوش لا واحد ولا اربعه ولا اثنين، ده فاكتور بي ودي وبروبرتي، وبيلتقي نفس الشيء بقى عند سي 3 ويمشي عادي خالص زي كلاس، يبقوا اثنين زي بعض وينتهوا زي بعض. احنا قلنا في الاكتيفيشن دي طلع لي قطعتين مهمين جدا صغيرين، قلنا بيجروا في السيركيليشن السي 5 اي والسي 3 اي. القطعتين الصغيرين دول لهم بنسميهم اوبسونايزنج فاكتورز اند انافلاتوكسين، هنفهمها دلوقتي. يبقى لما نيجي نتكلم على الكومبلمنت، ايه فايده الكومبلمنت بقى؟ ايه فايده الكومبلمنت يا جماعه؟ فايده الكومبلمنت ان هو له كل البيولوجيكال اكتيفيتيز اللي احنا هنقولها هنتكلم عليها دي. ايه هي بيولوجيكال اكتيفيتيز دي؟ نمبر 1 كيموتاكسيز، نمبر 2 انافلاتوكسين، نمبر 3 اوبسونايزيشن، نمبر 4 سايتوتوكسيك اور سايتوليتيك افكت. طبعا نمبر 4 دي هي اهم تارجت للكومبلمنت اكتيفيشن، ان هو يعمل سايتوتوكسيك او سايتوليتيك افكت لايه؟ للخليه اللي انا عايز اتخلص منها، ولتكن تيومر سيل ولتكن فايرال انفكت سيل وات ايفر. بيعمل عن طريق الممبرين اتاك كومبلكس اللي قلنا عليه، اللي هو بيكون في الاخر هو سي 3 بي 6 7 8 9. الكبشه دي بقى هي بتعمل ممبرين اتاك وبورز ويعمل يحصل ديستراكشن للخليه. يبقى اهم بيولوجيكال فانكشن التارجت بتاعي سايتوتوكسيك وسايتوليتيك افكت. طيب نيجي للافكتس الثانيه. احنا قلنا السي 5 اي والسي 3 اي، القطعتين الصغيرين دول اللي جريوا في السكريشن لهم كاركتر ان هم ايه؟ كيموتاكتيك اند انافلاتوكسين، اللي هم الحتتين الصغيرين سي 5 اي والسي 3 اي. دول بيشتغلوا از كيموتاكتيك. يعني ايه كيموتاكتيك؟ يعني بيعملوا اتراكشن للفاجوسيتيك سيلز. ما احنا في ارض معركه، هو بيستعين ببقيه البارامترز بتاعت الاميون سيستم. فالسي 5 اي والسي 3 اي الصغيرين اللي جريوا في السيركيليشن مش رايحين يلعبوا، لا رايحين يجذبوا الفاجوسيتيك سيلز لمكان المعركه بتاعتي علشان تساعد عمليه الفاجوسيتوزز في الحرب اللي انا داخلاها. يبقى كيموتاكتيك يعني ايه؟ اتراكشن وفاجوسيتيك سيلز. لهم كمان خاصيه الانافيلاتوكسين. يعني ايه انافيلاتوكسين؟ ان هي بتشتغل على البيزوفيل او الماسلز وتعمل لها دي جرانيوليشن. لما تعمل دي جرانيوليشن الخلايا دي يبقى في عندنا فازو اكتيف امينز. فازو اكتيف امينز بتطلع من الماسلز بتعمل فازو دايلاتيشن. ليه؟ علشان توسع ميدان الحرب. فازو دايلاتيشن عشان تعمل ريكروتمنت. يعني ايه ريكروتمنت؟ استدعاء. عارف اللي ما تجيش يدخل حرب ويعمل استدعاء للناس اللي بتوع الاحتياط والاستدعاء بتوع القوات بتاعته. فالانافلاتوكسين دي معناها ان الماسلز نتيجه السي 3 اي والسي 5 اي هيخلي الماسلز تطلع فازو اكتيف امينز، فيحصل فازو دايلاتيشن، وفازو دايلاتيشن يستدعوا ان بقى يبقى في ريكروتمنت للبارامترز بتاعت الاميون سيستم في المكان المعركه. ده معناها الانافلاتوكسين. الاوبسنايزيشن القطعه الكبيره بقى اللي هي السي 3 بي والسي 5 بي والسي 4 بي، دول بيشتغلوا از اوبسنايزنج فاكتورز. يعني ايه اوبسنايزنج فاكتورز؟ يعني بتمسك الاميون كومبلكس وتلزقها على الفاجوسيتك سيلز، فبتساعد الفاجوسيتوزز عشان كده سميناها اوبسنايزيشن. يبقى القطعه الصغيره السي 3 اي والسي 5 اي دول كيموتاكتيك ان انفلاتوكسين، والقطعه الكبيره اللي هي السي 3 بي والسي 5 بي دول اوبسنايزنج فاكتورز. والبيولوجيكال الاخرانيه دي اللي هي اهم واحده سايتوتوكسيك اند سايتوليتيك افكت. اذا مجموع البيولوجيكال اكتيفيتيز اوف ذا كومبلمنت كومبوننتس اربع حاجات: كيموتاكسيس، انافيلاتوكسيس ودول بيتعملوا بقطع صغيره سي 5 اي وسي 3 اي، اوبسونايزيشن دي بتتعمل بالقطع الكبيره اللي هي السي 3 بي او السي 5 بي او السي 4 بي. او انا عايزاك تفتكر بس اساسا اللي هي ال 5 وال 3،
الثلاثة والخمسة C5A والC3A دول اللي هم كيموتاكسيس وانافيلوتوكسين، والC3B والC5B دول اوبسونايزنج، والفانكشن اهم فانكشن اللي هي التارجت بتاع اللي هي سايتوتوكسيك اور سايتوليتيك افكت. بكده احنا النهارده اتكلمنا على الاميونوجلوبولينز بالتفصيل، اتكلمنا عن الفيزز اوف اميون ريسبونس، اتكلمنا عن المونوكلونال انتي بوديز، واتكلمنا عن الكومبلمنت. يبقى احنا النهارده خلصنا اربع موضوعات مهمه جدا. بعد كده هندخل ان شاء الله على الابلايد، كل اللي فات دوا لغايه النهارده ده بنسميه بيزك ايمونولوجي. بعد كده هيبقى لنا بقى ان شاء الله الابلايد ايمونولوجي اللي هيبقى فيه immune response to infection and hypersensitivity في المحاضره الجايه ان شاء الله، وبعد كده هيبقى فيه محاضره فيها tumor immunology وtransplantation. يبقى احنا بقينا مع بعض محاضرتين immunology. بس احتمال ان شاء الله الاسبوع الجاي الدكتوره اماني تدخل تديكم محاضره خاصه بيها، وانا بعد هي ما هتخلص هدخل لكم. بقينا مع بعض محاضرتين في الايمونولوجي لسه يا جماعه، ليكم زميتهم محاضرتين اللي هم الابلايد ايمونولوجي. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا، واتمنى انكم تذاكروا كويس. وزي ما انتم عارفين طبعا ان الميد ترم اتلغى، وهيبقى احتمال يعملوا لكم اللي هو الكيس ستادي، هيبقى عليه نسبه من الدرجه، احتمال تكون 10% او 15%، لسه ما حددوش الكرايتيريا بتاعت الامتحان ولا ميعاد الامتحان، ولما هيتم التحديد هيتم تبليغكم ان شاء الله. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا، واللي له اي سؤال يتفضل، لان انا ميعاد المحاضره بتاعتي كده بقى لها 3 دقائق وتنتهي. في حد سؤال؟ ايوه اسمعني دلوقتي، في مصدر مذاكره غير كتاب ممكن اعتمد عليه ولا لا؟ بص انت عندك المحاضره، مش انت بتنزل تعمل داونلود للمحاضره ولا لا؟ بنعملها داونلود. طيب عندك المحاضره، عندك الشرح، عندك السلايدز، وعندك الكتاب جنبك. ليه؟ يعني السلايدز ما اقدرش اكتب فيه كل كلمه. ليه؟ لان انا اي ام نوت سلايد ريدر، يعني في ناس بتصور من الكتاب وتقرا الكتاب، لا. لكن كل المعلومات اللي بقولها دي هتلاقيها في الكتاب، يجوز يكون في حاجات بسيطه كده للتوضيح، جاست للتوضيح خلاص، لكن هو المعلومات دي هتلاقيها في الكتاب بالظبط خلاص. فانت بتذاكر وجنبك الكتاب علشان للتوضيح، اتفقنا؟ طبعا انتوا دلوقتي بتعملوا داونلود للمحاضره، يعني ما شاء الله تقدر تسمعها مره واثنين وثلاثه وتذاكرها من السلايدز، وتفتح الكتاب جنبك علشان لو في اي حاجه مش واضحه ممكن تستوضحها من الكتاب. في سؤال تاني؟ تمام دكتور، شكرا. يا دكتور بس انت في الكورونا فيروس كنت قلت حاجات كتير قوي مش موجوده في الكتاب، يعني ما نذاكرها من الكتاب؟ لا خلي بالك، معلش، هو كورونا فيروس بتاعت الكتاب ما اتعمل، ما كانش فيه لسه لا فاكسين ولا حاجه. وبعدين انا اديتك الكورونا وكان فيه فاكسين، ينفع اقول لك الكورونا وما اقولكش الفاكسين؟ تبقى طالب طب واخد كورونا وما تعرفش ان فيه فاكسين، او الفاكسين ده بيتعمل اجينست انهي بارت؟ فعندك السلايدز، لو في حاجه في السلايدز مطلوبه منك لا تغفل. مش موجوده في السلايدز الكلام ده ولا مش موجود؟ ايوه موجود. طب يعني ما نعتمد على الكتاب وخلاص يعني؟ لا معلش، دي مهمه جدا، ما ينفعش يعني تبقى دارس كورونا وبعدين تبقى مش ماشي في الشارع وحد يسالك على الفاكسين تبقى مش عارف، ده يبقى منظرك مش لطيف ابدا يعني. فطبعا لا. الكورونا بالذات كان في حاجات مستجدات فيها كانت لازم تتقال، فمحطوطه في السلايدز مطلوبه يا جماعه، مهمه جدا. الكورونا ده يعني دي اللي مش قلبها كياننا كلنا، يعني لازم تعرف اي حاجه عنها. ده انت لو تقدر تجيب معلومات اكتر من اللي انا جايباها دي يبقى حلو قوي. انتوا مش بتقروا يا جماعه ومتابعين الاخبار؟ ها؟ امال يعني انت طالب طب كده بس يعني بالسماعه وتحط سماعه كده في رقبتك وخلاص، مش لازم تبقى يعني قارئ جيد ومطلع جيد؟ لا طبعا، الكلام الكورونا بالذات لا يعني ما فيهاش كلمتين. اي كلمه تقال في الكورونا وفي السلايد في السلايد بالذات لازم تبقى عارفها كويس جدا جدا جدا، خاصه ان دلوقتي بقى في فاكسين، لازم تبقى عارف الفاكسين ده خدوا انهي حته من الفيروس. يعني تبقى دارس كورونا ومش عارف الكلام ده ما ينفعش، يعني انا ما اقبلهاش على نفسي ان الطالب بتاعي ما يبقاش عارف حاجه زي كده، صح ولا غلط؟ اللي له سؤال تاني اتفضل. فضلك، كان عندي سؤال. الميونوجلوبين كلها بروديوسد باي بي سيل، الاميونوجلوبلينز
الايمينوجلوبين البي سيل تبقى اكتيفيتد بتدي بلازما سيل، والبلازما سيل هي اللي بتطلع الانتي بوديز. تمام. دلوقتي الانتي بودي بتبقى ميدييتور ما بين سيل معينه وانتج معينه ولا مع البي سيل كلها؟ يعني ايه ميدييتور؟ يعني الانتج لما بيدخل وبيحصل له بيقابل فيرست لاين وبعدين بيحصل له فاجوسيتوزيس ويحصل له بريزنتيشن، وما بيعمل بريزنتيشن على الماكروفاج وتيجي تي هيلبر، تي هيلبر احنا قلنا بتساعد كل الخلايا تنده على البي سيل وعلى تي سيل، زي ما احنا شرحنا في رسمه هنا النهارده قلناها كانت حلوه قوي. بتنده على البي سيل، تيجي البي سيل تشوف البيتوب اللي موجوده على السطح بتاع الماكروفاج وتبقى اكتيفيتد بناء على هذا، يبقى تيجي كلون بتاعت البي سيل اللي عندها الريسبتور بتاع الابيتوب دوت، خلاص حصل لها اكتيفيشن، تتحول لبلازما سيل، البلازما سيل هيطلع انتي بوديز. الانتي بوديز دي زي ما قلنا، يا انت اسمك ايه؟ سراج يا دكتور. صابر؟ سراج. طيب الانتي بوديز دي احنا قلنا الانتي بودي فيه جزء فاريبل جزء كونستانت، صح؟ الجزء الفاريبل بتاعها اللي هو كومبلمنتري للانجن اللي هو تسبب في خروج هذا الانتي بودي، يتفاعل معاه والانجن انتي بودي يعمل اميون كومبلكس ويبقى ويعمل اكتيفيشن للكومبلمنت، ويبقى في عندنا بعد كده ديستراكشن للحاجه اللي انا الباثوجين اللي انا عايز اعمل له كيلينج، وذر فاين انفكت سيلز وذر بكتيريال سيل، يحصل ديستراكشن بكتيريال سيل زي ما احنا شرحنا كده بالظبط. انا قصدي الجزء الاف سي منه، الاف سي منه ده مهم جدا لانه له رولز كتيره قوي، زي ما قلنا ان هو بيبقى يخلي الانتي بودي ده ممكن يشتغل از اوبشنال فاكتور، يخلي هو ماسك في الانجن من ناحيه الفاب، يجي بالاف اس يمسك على الماكروفاج فيساعد على الفاجوسيتوزيس، كمان يساعد على الفاجوسيتوزيس، صح؟ الاف سي في كمان الحته بتاعت الكومبلمنت بتعمل اكتيفيشن للكومبلمنت، يحصل اكتيفيشن للكومبلمنت وينتهي بالسيل لايسيس برضه and so on. فالاف سي له فانكشنز كتيره، بس هنقولها في حينها، من ضمنها المره دي قلت ان هو له رول في الاوبسنايزيشن، له رول الاف سي ده في الاي دي سي سي لان هو اللي بيمسك على الناتشرال كيلر سيل، له رول في ان هو بيعمل اكتيفيشن للكومبلمنت. ماشي؟ تمام يا دكتور. برضه في الهايبردوما تكنيكيو التيومرز الميلوما سيلز، ايوه، مش ممكن تطلع ابنورمال انتي بودي؟ تطلع ابنورمال انتي بودي؟ ممكن تطلع ابنورمال انتي بودي، بس انا مش انا ما باخدش انا باخد الخاصيه بتاعت الانتي بودي من الثانيه، يعني انا باخد الخاصيه، هو بيتعمل بتكنيك معين بحيث ان الخليه الهايبردوما سيل تتكون ترس خاصيه الانكنترولد ديفيجن، مش كل الخواص من المايلوما سيل، وتاخد خاصيه السبيسيفيستي من البلازما سيل بتاعت الماوس. تمام. يبقى هي اكتسبت صفتين انا عايزاهم، ان هو الديفيجن كتير ليه؟ عشان يبقى عندي خلايا كتير تطلع لي انتي بوديز كتير احوشها واستخدمها ايكونوميكالي كوميرشال، يعني كوميرشال، خلاص. تمام، متشكر جدا. سؤال تاني؟ العفو، في سؤال تاني؟ انت عندكم محاضره ورايا. ها هو يا دكتور، هو لو سمحت، هو السي 1 وسي 2 وسي 3 دول عباره عن بروتين ولا جلايكو بروتين؟ أي بروتين، دول عباره عن بروتينز ان ذا ان اكتف فورم، ما بيبقوش اكتيفيتد الا لما مكان الكومبلمنت يبان على الاف سي بورشن بتاع الانتي بودي، وما بيبانوش الا لما الانتي بودي يمسك في الانجن. طيب ما انت قلت لعين 30، طب ما هم ما فيش لعين 9 بس. لا، في لعين 25 بس هم لسه بيبحثوا، يعني ال 9 كومبارتمنتس دول عرفوا بالظبط هم بيعملوا ايه، التانيين موجودين لسه بيبحثوا ايه الفانكشن بتاعتهم بالظبط. احنا بناخد الحاجه خاصه الاندر، الحاجه اللي هو خلاص دوكيومنتد وبقت فاكت، عشان كده بندرسها لكم. الحاجات التانيه موجوده لسه بيستكشفوا إيه دول، ايه الرول بتاعهم بالظبط. تمام تمام. في سؤال اخر؟ طيب ان شاء الله تعملوا داونلود للمحاضره وذاكروها، والكلام اللي موجود في السلايدز يعني مهم جدا يا جماعه، حتى لو في حاجه زياده عن الكتاب. وبعدين الحمد لله انتم متاح المحاضره ومتاح الشرح، يعني العمليه متيسره لكم الحمد لله. شكرا جزيلا. احنا الاسبوع الجاي هتبقوا مع الدكتوره اماني، وان شاء الله انا ليا محاضرتين معاكم اميونولوجي لسه في عهدتي، لما ان شاء الله لما هتبقى تخلص هي هتقول لكم ان انا هدخل لكم بعدها ان شاء الله. شكرا جزيلا. مع
نلتقي على خير إن شاء الله.